لا تمنع راشيل من التحدث صراحة عن عملية تجميل أجرتها لأنفها لكي تبدو أجمل، وتذهب إلى القول إن معظم رفيقاتها أجرين عمليات تجميل لأنحاء مختلفة من أجسامهن. نفسيا الواحد بيحس حاله أنه في شيء غلط بده يظبطه، نفسيا بترتاح. يمكن العالم ما بيشوفوك أنه مظبوط بدك إياها وبحاجة إلها، بس أنت بتشوف أنه هذا الشيء بيريحك نفسيا وبغير لك شيء بحياتك فاعملها. عمليات التجميل في لبنان لا تقتصر فقط على الفتيات، إذ أن كثيرا من الشبان يقدمون عليها أيضا، ولكل أسبابه ومبرراته، ولا يبدو أن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات تقف عائقا أمام الإقبال عليها. هذا الواقع يتلمسه المختصون بعمليات التجميل في عياداتهم. النساء على طول هن بالمقدمة، هن سباقين بعمليات التجميل أكيد، ولكن باخر سنتين ثلاثه بنشوف انه الرجال زادت نسبتهم، يعني زادت تقريبا، كانت تحتفى بلبنان 4-5%، هلا وصلت لل 10%، واللي هي نسبه كبيره، نعتبرها نسبه عاليه. عمليات التجميل بدات تستقطب سياحا عربا واجانب الى لبنان في ظل استقرار الوضع الامني فيه، والقاسم المشترك بين الجميع يتمثل في دوافع نفسية عنوانها البحث عن مظهر أجمل كما يقول خبراء في علم النفس. كل الجراحة التجميلية إلى عمق أساسي في نفسية الإنسان، إنه مش قابل حاله. في بعض الناس أنا بقبل حالي كيف من كان، واللي ما بيقبل حاله بخاف الناس، أكثر شيء ناس ما تقبله، وبالتالي تقديره لذاته بالإجمال، لذاته لشكله، شكلية أكثر منه في العمق. التكاليف المالية لعمليات التجميل تتراوح ما بين 1500 دولار لتصغير الأنف و 3000 دولار لتكبير الثدي، لتصل إلى 7000 دولار لشد الوجه. أما المعارضون لهذا النوع من العمليات فيقولون إن جمال الروح أهم بكثير من جمال الجسد. محمد نون، بي بي سي، بيروت.